السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الثاني من درس ديال السويد معكم زكريا بويشا. وفي هذا الفيديو غنشوفوا داكشي اللي هو جديد عندكم على لي سويت. هذا الدرس راه ما طويلش بزاف وسهل، يعني ما تخافوش منه، وانا غادي نحاول نكملو بسرعة، يعني نحاول نكملو بسرعة باش ونشرح لكم اون ديتاي، يعني وفي نفس الوقت نشرح لكم اون ديتاي كيما ولفتكم في لي فيديو ديالي. الوغ اليوم غنتكلموا على ليميت ديال اون سويت. لا ليميت ديال سويت كيما كتعرفوا من قبل انه لي فونكسيون كتقدر اون فونكسيون تكون عندها اون ليميت، فكذلك لي سويت كتقدر تكون عندهم اون ليميت. اون ليميت فيني و اون ليميت انفيني، يعني نهايه منتهيه. يعني ليميت ديال شي سويت كتكون هي عدد، وكذلك تقدر تكون هي بلس لانفيني او موان لانفيني، وتقدر تكون ما كايناش اون ليميت، ناد مي با د ليميت. اوكي، دونك هادشي كامل غادي نشوفو في هاد الفيديو هذا ان شاء الله، وغنشوفو لي زينيغاليتي لي ليميت لي زينيغاليتي يعني تيغوم جون دارم، وغنشوفو فوقاش تكون شنو هي اون سويت كونفيرجونت، متتالية متقاربة، شنو هي متتالية متباعدة، اون سويت ديفيرجونت. وهذا الشيء هو المهم، شنو هما لي كريتير دو كونفيرجونس، مصادق التقارب، الحوايج اللي كيقولوا لنا واش ديك السويت واش هي كونفيرجونت متقاربه او لا ديفيرجونت متباعده. اوكي، هذا الشيء مهم بزاف خصكم تكونوا عارفينه، وكذلك سواء في هذا الفيديو او الفيديو الجاي غنعرفوا سويت ريكورونت ديفيني بار اون فونكسيون، يعني السويت اللي كتكون U1 بلس 1 ايغال F دو UN. هادو هما لي سويت اللي خصكم تكونوا عارفينهم مزيان. وفي الاخر غنشوفوا لي سويت ادجاسونت، المتتاليات المتحاديه، وحتى هما واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف. عندكم فقرات مهمه بزاف في هذا الكور، هو تكونوا عارف مصادق التقارب لي كريتير دو كونفيرجونس ديال اون سويت، وتكونوا عارف السويت ريكيرونت اللي ديفيني باغ اون فونكسيون وكيفاش درسوها، وتكونوا عارفوا عارف لي سويت ادجاسونت، المتتاليات المتحاديه. و يعني هادو هما شي حوايج اللي هما اساسيين وكيجمعوا كاع داكشي اللي قبلهم. اوكي، الو بقاو معايا في هاد الكور. نبداو نعرفوا شنو هي اون ليميت فيني، شنو هي الديفينيسيون ديال ليميت فيني دون سويت. اوكي، سواء يو ان اون سويت، اللي تكون يو ان هي واحد سويت متتاليه. كنقولوا بلي لا سويت يو ان A pour limite L appartenant à R, quand il y a une limite, c'est moi même zin. L appartenant à R, il y a une limite qui est finie, mais c'est l'infini. Si pour tout epsilon supérieur à 0, il est connu que epsilon supérieur à 0, il existe un entier naturel N, tel que si N supérieur à N, alors N a dit. Qu'est-ce que je vais définir de la limite, l'IRFNH, la continuité, ou le vide de la continuité. ولكن لا ماشي كت... ما كتشبه ليهاش صراحه، ماشي فيهم ايبسيلون بجوج وصافي. هنا كنقولوا باللي ان سويت عندها اون ليميت، شوفوا معايا الشكل هذا هو اللي غيخليكم تفهموا. هذه هي ال ال، ناخذ واحد المجال اللي هو المركز ديالو ال، والشعاع ديالو ايبسيلون، يعني ال بلس ايبسيلون ال مو ايبسيلون. فوقاش نقولوا ان لا سويت يو ان ادمي بور ليميت ال، اذا كانت لي تيرم ديالها اللي هما هادو بالزرق كيبقاو غادي كيقربوا من ال، ولكن فوقاش ابتداء من واحد لو غون او لواحد ان. اوكي، ا بارتير دان سيرتان غون او لا ا بارتير دان اونتي غون تان، كتولي لا سويت قريبه بزاف بواحد الشكل كبير من ال. لاحظوا لي تيرم هنايا، لي تيرم ديال السويت غادي كيقربوا، كل ما زدنا كيقربوا من لا فالور ال. فبالتالي كنقولوا ان لي تيرم ديال السويت، لاحظوا من ان للفوق يو ان كاينه ما بين ال مو ايبسيلون و ال بلس ايبسيلون، سيتادير نكتبها لكم هنايا، كاينه كتكون ابارتير، يعني بور توت ان سوبيريور هذاك الان، كتكون عندنا يو ان اون سوبيريور ويغال ال مو ايبسيلون، انفيريور ويغال ال بلس
ابسيلون، يعني إذا نقصنا ال ولا يو ان موان ال كتكون سوبيريور موان ابسيلون انفيريور ابسيلون بيان سور هادشي بور توت ان باردون سوبيريور ان، وبالتالي كتكون عندنا بور توت ان سوبيريور ان الفالور ابسولي ديال يو ان موان ال انفيريور ابسيلون. اوكي، وهذه راه هي اللي شفتوها في الديفينيسيون عندكم. فوالا، ها هي فوالا. اذا شنو هي الديفينيسيون ديال ليميت؟ اذا كان لكل ابسيلون كيما خديت ابسيلون كبير صغير تو سكو فو فولي، الوغ غادي نلقى واحد الان اللي اذا فتناه تاديناه للتيرم يو ان كيكونوا في الانترفال ال مو ابسيلون ال بلس ابسيلون، وبالتالي كنحصلوا على هاد الديفينيسيون اللي هي بور توت ابسيلون سوبيريور ا زيرو il existe un entier naturel n appartenant au moins n tel que pour tout n appartenant au n tel que pour tout n appartenant au n عندنا هاد l'implication لكن n supérieur à grand n alors u n qui n'a fait l'interface c'est-à-dire عندنا هادي valeur absolue de u n moins l inférieur à epsilon ابينتها لكم كيفاش. alors كنتمنى تكون فهمتوا القضيه. كنقولوا باللي نعاودها، نقولوا باللي متتاليه النهايه ديالها عندها نهايه منتهيه هي l اذا كانت ابتداء من واحد العدد الصحيح طبيعي، اي ان كبر من هذاك العدد الصحيح طبيعي كتولي يو ان قريبه بواحد الشكل كافي من ال، يعني مثلا هنا راها بعيده من ال ولكن ا بارتير دو ان قريبه. الى بدلنا الابسيلون، علاش نقولوا بور توت ابسيلون؟ حيت اذا بدلنا الابسيلون مثلا زدنا كبرناه درناه كبير غيولي الان غيزيد يكحز هنا، يعني ان ديبون دو ابسيلون، ان يتعلق بابسيلون، هاد ان كبيره. وبالتالي فانتم قريتوا في درس المنطق ان هذا اللي كيكون من هنا كيتعلق بهذا اللي قبل منه، دونك كل ما بدلنا الابسيلون كيتبدل الان. الوغ كنتمنى تكونوا فهمتوا. اي اون دي اوسي كو لا سويت يو ان طون فيغ ال، تنقولوا يو ان تؤول الى ال، يو ان اي بروش دو سي بري كو لون فو دو ال ا بارتير دان سيغتان ران. نتمنى تكونوا فهمتوا لا ديفينيسيون ديال لا ليميت لانها مهمه بزاف. اجيو دابا نشوفوا فوقاش ان سويت كتكون طون فيغ بلوس لانفيني، طون فيغ بلوس لانفيني فوالا او موان لانفيني حتى هي كذلك. خصكم تعرفوا اننا هنا لي سويت كنتعاملوش معاهم بحال الدوال تقريبا. علاش؟ لان لي سويت نسبه التمثيلات ديالهم هما دي بوين ماشي بحال الدوال كونتينيو، واش فهمتوا؟ دونك كنتعاملوا مع دي زونتي ناتورال، هنايا عندنا دي زونتي ناتورال مي هنايا لي يو ان ابارتيان ار، دونك ابارتيان ار ف كنتعاملوا بها بواحد الشكل اخر. وكان في لي ديمونستراسيون تخدموا الريكيرونس بزاف لاننا خدام في المجموعه ان، ف خصكم تردوا بالكم وتفهموا مزيان هاد الديفينيسيون. الو فوقاش نقولوا ان اون سويت يو ان طون فيغ بلوس لانفيني؟ تنقولوا هذه القضيه الا كان بور توت ا سوبيريور سيت موان 0 الا اكزيست ان ابارتون مو ان تلك بور توت ان ابارتون مو ان، عندنا هذه القضيه. بمعنى انا ما عنديش الشكل هنا، انا استعملت بي دي اف. علاش استعملت بي دي اف هكا واجد؟ باش نختصر الوقت ونسرع في هذا الكور ونشرح لكم بالزربه بلا ما نقعد نرسم انايا، ولكن بما انه ما كاينش الرسم هنايا غادي نرسم لكم. الوغ كنقولوا بلي واحد سويت طون فيغ بلوس لانفيني الا كانت نو سيس با دو كخوا، ولا ما كتسحبش من انها كتزايد او لا كتناقص. كنقولوا بلي طون فيغ بلوس لانفيني ما كتحبسش من التزايد، يعني هكا غادا التمثيل ديالها بحال هكا غادا وكتزيد غادا وكتزيد ما كتحبسش. يعني كيفاش؟ يعني كيما خديت واحد لونتي هنايا، نشوف بعدا شنو نسماو تما باش لانتي مكيبان ليكم شنو. فوالا نرجع هنا، انت لاحظوا ان كتكون غادا وكتزايد غادا وكتزايد، لي تيرم ديالها ما كتحبسش، ماشي بحال الاخرى اللي شفنا قبيله. هادي غادا وكت غادا وكتقرب من شي فالو، الاخرى لا غادا وكتزايد طون فيغ بلوس لانفيني. ف هنايا غادوك تقرب غادوك تزيد، يعني ما كتحبسش هادي طون فيغ بلوس لانفيني. صافي نرجعو للبي دي اف، شوفوا في الديفينيسيون هنايا
فوالا بوغ توت ا صافي باش نعرف نرسم لكم. الوغ كيما خدينا واحد الا كيما خدينا واحد الا هنايا بوزيتيف بيان سور ستريكتومون بوزيتيف، غادي نلقاو انه il existe واحد الان تل كو اي ان خديناه كبر من هاد الان، يعني اي ان خديناه غتكون ليماج ديالو كبر من ا. هادشي كاين يعني الداله غادي تكون تزايد، يعني كيما خدينا شي ا هنايا كيما خديناه بوغ توت ا بوزيتيف خديتيه من هنايا غتلقى واحد الان ملي كنفوتوه الصور تيفوتو ال ا. علاش؟ لان الداله كتمشي بلوس لانفيني ما كتحبسش من التزايد، يعني اي غير خديتيه راه تفوتو. هذا هو المعنى ديال هاد الديفينيسيون، هذا هو المعنى ديال هاد الديفينيسيون. وهانتوما شوفوها بور توت ا بوزيتيف يوجد واحد الان تيل كو بور توت ان امبورطون ان، عندنا هاد لامبليكاسيون لكن ان كبر من هاديك الان الوغ يو ان كبر من ا. اوكي، وبالنسبه باش تكون طومبيغ موان لانفيني كيكون بور توت ا سوبيريور زيرو. علاش خدينا سوبيريور زيرو؟ هتقول لي طومبيغ موان لانفيني هادي راه غادا غادا سالبه، علاش خدينا لا بوزيتيف؟ لا، شوفوا كملوا الديفينيسيون. il existe واحد ان تيل كو بور توت ان لكن ان سوبيريور ا ان الوغ يو ان انفيريور ا موان ا، حيت لكن ا بوزيتيف موان ا نيجاتيف. سيتادير نرجعوا للرسم ديالنا، اذا كانت شي سويت تون فيغ موان لانفيني الوغ غتكون بحال هكا تقريبا التمثيل ديالها، غادا كتمشي لموان لانفيني وما كتحبسش من التناقص، غادا كتناقص غادا كتناقص. كيما خدينا ا بوزيتيف هنايا راه يوجد واحد الان لكن اتم راه مو انا مو اي كنا، راه يوجد واحد الكرون تان تلكو اذا تعديناه لكن ان كبر من ان بيتي تان كبر من كرون تان الوغ يو ان تتكون كبر صغر من مو ا. سي سا لو سونس ديال هاد ديفينيسيون اللي وريتكم هنايا، تكون صغر من موان ا. اوكي، دونك هذه الديفينيسيون ديال يو ديال اللي كتكون يو ان ادمي اون ليميت فيني، وهادو لي دو ديفينيسيون ديال كون يو ان ادمي اون ليميت انفيني تستقبل نهايه غير منتهيه، وحده ديال بيس لافيني والاخرى ديال موان لافيني وراهم متشابهين. اوكي، نتمنى تكونوا فهمتوا لا ديفينيسيون ديال لا ليميت دون سويت، كو سوا كانت هاد ليميت فيني ولا انفيني، كنت سواء كانت النهاية منتهية أو غير منتهية. ناخذ واحد ليكزومبل لي نابليكيو فيه هذيك الديفينيسيون باش هكا تفهموها. مثلا ناخذ سويت سوا 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 في ان اون سويت ديفيني باغ Voilà, pour tout n appartenant à n, on a vn, il y a 3 moins 2n. Allez, suite. هذه اللي سولتكم قلت لكم عندما يقولوا ان الى الى زائد من اللي هي باينه تكون تؤول الى باينه ان الليميت ديال vn عندما يقولوا ان الى زائد من اللي هي ناقص من اللي هي. تعرفوا من بعد انه يمكن لكم تخدموا داكشي اللي كنتو خدام به في الدوال صحيح حتى هنا، كاين حتى هنا نهاية زيادية اعتذار، فحنا نشوفو من بعد. وبالتالي ف هادي، ولكن باستعمال ديك الديفينيسيون كيفاش غنبينو ان الليميت هي موان لانفيني؟ كيفاش نبينو باستعمال الديفينيسيون؟ اش كتقول لنا الديفينيسيون؟ نرجع نوريها لكم الديفينيسيون. الديفينيسيون كتقول لنا بلي باش تكون النهاية هي موان لانفيني خصو يكون pour tout a supérieur à 0 il existe واحد ال n tel que n لا كان supérieur à n u n inférieur à moins a. دونك خصنا نشوفو ناخدو واحد ال a سوا a، يعني نختارو a كيلكونك كيما بغا يكون a بوزيتيف، ونشوفو باش تكون u n صغر من a فين خصو يكون n، وديك الساعة غنلقاو غرونتين ونختارو. اوكي، كيفاش نختاروه؟ انتما غتشوفو غتفهمو مزيان.
دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا نقولو سوا ا سوبيريور زيرو، ونلقاو غرون تن اللي كيحقق هادي. الا لقيناه ففعلا راها النهايه ديالها هي مولا فين، كيما كدرنا في الليميت ديال ليميت بار ديفينيسيون، باش كنبغيو نحسبو الليميت بالتعريف بالنسبه للدرس ديال ديال الاتصال، كنقولو سوا ايبسيلون وكنقلبو على داك الالفا، اوكي، اللي قال الجواب ديال ايبسيلون. كذلك هنايا الان نقدروا نلقاو بدلالة أ، نقدروا نلقاو، ما لا ماشي بالضرورة، لا المهم أنا نلقاو الإن اللي كيفيريفي هاد لامبليكاسيون هادي. أوكي يلاه نحاولوا نخدموا دابا هاد القضية هادي. ألوغ غنقولو سوا ريبونس، غنقولو سوا نبدلو اللوينات شوية، سوا واحد ل ل ل A supérieur à 0. On a UN inférieur à moins A. Est-ce que c'est l'INA? VN à fond. C'est VN ou c'est l'IA? On a 3 moins 2N inférieur à moins A. Et cela implique que 2N est supérieur à 3 plus A. Et cela implique que n est supérieur à 3 plus a sur 2. Oui, oui, il y a un des grands n qui a le de la lettre. Il y a un des grands n qui a le cas de la lettre. Ah, c'est mieux, il y a un des n grand n qui a le cas de la lettre. Qui met un alpha qui a le cas de la lettre epsilon, fait que dans les limites et la continuité. Donc, on a genre. فعلا فعلا دونك لقينا شنو درنا دابا؟ علاش درت انا هاد القضيه؟ قلت لكم انا قبيله انه خصنا نلقاو، خصنا نلقاو نلقاو غرونتين اللي كيحقق لنا هاد لابليكاسيون. دونك خصنا نديرو اي ان انفيريور ا موان ولقاو ان شنو خصو يفيريفي. فعلا لقاو ان شنو خصو يفيريفي، خصو يكون كبر من اشنو. وفعلا هنايا داكشي اللي درنا، لقينا ان كبر من واحد الفالور. مزيان، دونك شنو غادي نختارو؟ غرون تان. شوفو معايا دابا واش نختارو هذا هو غرون تان؟ لا. علاش لا؟ شكون اللي ضمن ليك ان ا بلس 3 ولا 3 بلس ا سور 2 هو ان اونتي؟ حيت في الديفينيسيون عندنا، في الديفينيسيون ديالنا شنو عندنا؟ غرون تان فين كاين؟ كاين في ان، دونك سيت ان اونتي ناتوريل، دونك خصو يكون بوزيتيف و خصو يكون ابارتي ان ان. وبالتالي شنو غنديرو؟ غنختارو شي عدد اللي هو صحيح وكبر من هاد الفالور اللي خرجت لينا هنايا، كبر من هاد الفالور اللي خرجت لينا هنايا. غنختارو بالضبط هاد الفالور، اون بوز غرون تن، ناخذ البارتي اونتيير ديال هذا لانه تقدر تكون فيه الفاصله، ناخذ البارتي اونتيير ديالو ونزيدو ليها واحد. علاش؟ لانه نتوما كتعرفوا انه من الخاصيه ديال البارتي اونتيير انه عندنا اكس راه اكبر من او يساوي سا بارتي اونتيير، وصغر قطعا من سا بارتي اونتيير بلس 1. يعني هذه راه اكبر من هذا قطعا، قطعا. اوكي، هذه ديفينيسيون مهمه بزاف، عقلوا عليها. فبالتالي هنا اختارينا هذا الان، بالتالي ان لكن سمعوا معايا مزيان، الا كان ان صغيره كبر من هذا الان راه كبر حتى من هذه، كبر قطعا منها كاع. الوغ ولا اون ان سوبيريور، عندنا ان لكن سوبيريور ويقال ان، الوغ ان راه يكون سوبيريور ستريكتومون هذا،
3 بلس 1 ياك 3 بلس 1 سور 2 عفوا، لان هذا سوبيريور 3 بلس 1 سور 2 راه قلنا راه هي لا، وبالتالي ف ف ف فغادي غيخرج الناتج غنمشيو بالعكس، غنمشيو بالعكس حتى نوصلو لهادي. دونك شنو غنديرو؟ غنضربو في غنكونسكويزيو السويت في ان، خصنا نضربو في موان دو، غنضربو في موان دو غتولينا انفيريور ا موان تخوا موان ا ياك، و موان دو زين عفوا، وغنزيدو تخوا، زدنا تخوا تولي تخوا موان دو زين، دو زين انفيريور ا موان ا، وهادشي كيعني ان في ان انفيريور ا موان ا، وفعلا حنا هادشي اللي باغيين. دونك on a trouvé que pour toute n pour toute a supérieure à 0 il existe un antinaturel n guina le guina wara kima bghay ikon a ra n grand n ikon en fonction de a يتعلق به tel que pour toute n supérieure à n هذه كي pour toute n important هو n تاي ماشي مشكل واخا ما تكتبوهاش implique بلي non non vn inférieur à moins a ou l'inférieur strictement بحال بحال سي لا ميم شوز هاني انفيريور ستريكتومون ولا او ايغال راه قلت لكم في الدرس ديال ليميتي لا كونتينيتي شنو القاعده ديالها بحال بحال سي لا ميم شوز ا كونفونسيون صافي هذاك الشيء اربيتخير فهمت اي دونك لقينا هادي دونك لا ليميت il n'a pas de division on a la limite quand n tend vers plus l'infini ديال vn هي moins l'infini بينها par définition وبالنسبه نفس القضيه بالنسبه الا بغيتو تبينوها ايغال ا بلس لانفيني par la définition نفس الحاجه ونفس الحاجه الا بغيتو تستعملو تبينو ان الليميت ديال اس اي اون ليميت فيني نفس القضيه غير هو هاد اللعيبه اللي درنا هنا تاخدينا البارتي اون تيغ بلس ان كدير ديما علاش لان هذا مع لان الان هذا الان راه ابارتيان ا ان ماشي باش كناخذو بارتيون تاع كنزيدو ان باش كنحصلو على كنزيدو ان باش نكونو نتاكدو اننا ولينا كبر من هذا العدد حيت هذا كبر من 3 بلس ا سور 2 على حساب هذه القضيه اللي كنعرفو لها لا بارتي اونتيير. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هذه القضيه هذه. الوغ لكم واحد القضيه مهمه بزاف وهي انه تنقولوا بان اون سويت اي كونفيرجونت متقاربه قالوا لي مزيان هذه راه هي الكور وهي الكور كامل كلشي كيدور الكور كامل كيدور على الليميت ديال اون سويت وباش نبينوا ان كيفاش نبينوا انها كونفيرجونت او لا ديفيرجونت كنقولوا بلي اون سويت اي كونفيرجونت متتاليه متقاربه اذا كانت عندها اون ليميت فيني هاي سي كنقولوا بلي كونفيرجونت اذا كانت عندنا عندها ليميت منتهيه نهايه منتهيه كتسمى متقاربه شو غير من السميه كتقرب من شي فالور يعني عندها ليميت فين وتنقولوا باللي هي ديفيرجونت او متباعده يعني كتبعد ديفيرج سينو اذا كانت ما كتقبلش اون ليميت فين اذا كانت تقبل اذا كانت طون فير بلس انفيني ولا موان انفيني او لا ما عندهاش اون ليميت اتونسيون تكون متباعده الا ما كانش عندها اي ليميت باغ اكزومبل نعطيكم ان اكزومبل على اون سويت اللي هي ديفيرجونت او اللي اون سويت اللي هي ما نضمي با ليميت اوكي ها انتم هذه اللي بينا ان الليميت ديالها مثلا هي موان انفيني هذه سي اون سويت ديفيرجونت وتتالي متباعده ونعطيكم واحد النهايه ما كتقبلش نهايه واحد متتاليه ما كتقبلش نهايه نضمي با ليميت ناخدو un égal moins 1 à la puissance n هاد المتتالية ما كتقبلش نهاية علاش لأن هادي عندنا u مثلا u0 هي واحد u1 هي ناقص واحد u2 هي واحد u3 هي ناقص واحد u4 هي واحد u5 هي موانز 1
اتسيتيرا، كتبقى تاخد لي فالور 1 موان 1 1 موان 1، تمشي ديرها بحال هكا 0 1، دونك تمشي ديرها بحال هكا 1 موان 1 1 موان 1، ما كتقرب من حتى شي فالور. ما هي كتمشي لبلوس لانفيني ولا موان لانفيني، ما هي كتقرب من شي ليميت، دونك ما عندهاش شي ليميت، كتبقى غادي بحال هكا انفينيمون. دونك نادمي با دو ليميت، هذا اكزومبل على ان سويت كي نادمي با دو ليميت، ولا كانت ناض مي با ليميت دونك الي ديفيرجونت، راها متباعده ايضا. كاين واحد بروبريتي اللي انا ما غنديمونطريهاش الصراحه، اللي هي انه اذا كانت سي اي سويت اي كونفيرجونت، اذا كانت واحد السويت كونفيرجونت، اذا كانت واحد السويت متقاربه، راه هي عندها ان ليميت. اذا كانت متقاربه راه هذيك الليميت ديالها اي اونيك، يعني وحيده، النهايه ديالها وحيده، يعني ما يمكنش تلقى السويت عندها كتقرب من جوج ديال القيم في دقه. اوكي، هذا هو المعنى ديالها، يعني الا يعني كانت عندها ليميت فيني راه عندها نهايه وحيده، عندها جوج. الديمونستراسيون ديالها وهي اننا كنسيبوزيو بار لابسورد انها عندها دو ليميت ال و ال بريم، هادي ما غنديرهاش في هذا الفيديو لانني ديجا درتها. انا غنوري لكم الفيديو اللي تمشيو له، غنوري لكم دابا تمشيو له في لاشين عندي، انت بغيت تمشيو لاشين تقلبو على الدرس ديال لي سويت، انا دايرو هنايا سيونس فيزيك، حتى عند لي سيونس مات حطو وقيلا، ما عرفتش. دونك غتقلبو هو هنايا، هو هو بالعربية و بالفرونسي. غتمشيو لأول فيديو، أنا اخترت مثلا فرونسي، غتمشيو لأول فيديو، ها هو لينيسيتي دو لا ليميت لا كونفيرجونس دي سويت. ها هاد الفيديو هذا راه هو اللي فيه هاد القضيه ديال لا ديمونستراسيون، درت باج دو ان ديمي باغ اكزومبل في هاد الفيديو هذا، وشرحت مزيان شنو هي ليميت دي شرحت مزيان هاد القضيه هادي. او كنتمنى تمشيو تشوفوا هاد لا فيديو الا بغيتو تعرفوا لا ديمونستراسيون، الا بغيتو تعرفوا لا ديمونستراسيون، اذا بغيتو تعرفوا لا ديمونستراسيون، راه نفس الديفينيسيون اللي عطيتكم هنا، نفس المعلومات. هذا كوغ ديجا درتو، مي ماشي بور لي سيونس مات صراحه، هادي ماشي هاد الفيديو ما كان خصني ندير سيونس فيزيك، ما عرفت ما عندهمش هما هادشي. فوالا هي دي ديمونستراسيون، هي دي البروف، سيبوزيت ان كاين ال و ال بريم دو ليميت تيل كو ال ديفيرونت ال بريم، و ديمونتريتها. اللي بغى يمشي يشوفها يمشي يشوفها. الوغ هادو بعض لي بروبريتي ديال لي ليميت اللي هما باينين واضح، انا غير نقول لكم وصافي، و فوالا باش ابخي ندوز لكم لحاجة اخرى. هانتم دونك بروبوزيسيون هادي، الا كانت ليميت ديال يو ان كون ان تومبير بلس لانفيني، غير باش تعرفوا واحد القضية، راه ليميت ديال المتتالية كنحسبوها من لي ان تمشي لبلس لانفيني، ما كاينش ليميت ديال المتتالية من لي ان تمشي لعدد، هادي ما كايناش. اذا ملي تسمع ليميت يو ان راه بيان سور كون ان تومبير بلس لانفيني، عندما يقولوا ان الى بلس لانفيني، وما يمكنش يكون ان تومبير موان لانفيني، لان يو ان هي كتحسب الصوره ديال دي زونتي ناتورال، هي معروفه في ان انصومبل ان. ف علاش ما كنحسبوش ليميت عندما يقولوا ان الى عدد؟ راه هذيك راه نحسب راه ماشي بحال لي فونكسيون زعما، كيفاش نقول لكم، لانها معرفه في المجموعه ان، كيفاش نديرو على اليمين على اليسار كاين شي، فهمت؟ يعني معرفه في ان هي ديسكريت، هي متقطعه لي فالور ديالها، راه شو التمثيل ديالها، ما يمكنش ندرسو ليميت في ان بوين، ولكن كنشوفو واش كتقرب من شي فالور الى ان بقى غادي وتيكبر، او لا كتزيد في البلس لانفيني، هذا هو ليميت ديال اون سويت كنرسم بالطريقه هادي. دونك لكانت ليميت ديال ان هي ال، الوغ ليميت ديال ان موان ال هي زيرو، وهادشي كيكاب بلي ليميت ديال ان موان ال اون فالور ابسولي هي زيرو، واضحه هادشي كيتكافئو هادو بثلاثه، لانه الا كانت ان تتقرب ل ال الوغ حتى الفالور ابسولي ديالهم ديال الفرق ديالهم غتمشي لزيرو. وهادشي كيديمونطرا بالديفينيسيون، سرا غيزيد ديريكتومون دو لا ديفينيسيون، ترجعوا للديفينيسيون ديال ليميت غتستنتجوا هادشي. مزيان،
كذلك كانت الليميت ديال يو ان هي ال، لوغ الليميت ديال فالوغ ابسولي يو ان هي فالوغ ابسولي دو ال، تاع هي باينه من الديفينيسيون. و بيان سور كان عندكم الليميت ديال يو ان هي ال، وعندكم لامدا واحد تغير، الليميت ديال لامدا يو ان هي لامدا ال، ضربنا في ال نفس القواعد. بيان سور هادشي الا كانت هاد يو ان و في ان راهم كونفيرجونت، ها سيبوزينا انهم كونفيرجونت، دونك عندهم دي ليميت فيني ال و ال بريم. الوغ ليميت ديال الصوم ديالهم هي ال بلس ال بريم، لا ليميت دو لا صوم هي لا صوم دي ليميت، و لا ليميت دي برودوي لو برودوي دي ليميت. هي هادي. ولا كانت ليميت كون انت بلس ليميت ديال يو ان هي ال و ال راه ما كيسوى الزيرو، دونك في ار صوف زيرو راه ليميت ديال واحد على ان، واحد على يو ان هي واحد على ال سامبلومون، باينة هاديك الكونديسيون. علاش؟ لأننا نقسمو عليها. فوالا هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. وكاين شي حوايج اللي نتوما ديجا تكونوا عارفينهم، لما نزيد نكتر عليكم. الو باش ما نزيدش ندير الوقت بزاف، عندي ديجا الكور ديال لي سويت راني مسجلو ديجا، ها هو هادشي ديال سيونس مات بغيت نديرو ليكم نتوما. فوالا بغيت ندير لكم باش حيت ما درتوش في الكوغ اللي هو فات. انا هادشي اللي بقى، هادشي اللي بقى الفقرات اللي جايين، لي كريتير دو كونفيرجونس، مصادر التقارب، المتتاليه المعرفه بداله، هادشي كامل كاين في واحد الفيديو انا نوريهم لكم. سيروا ليهم نيشان وتفرجوا فيهم. غادي نمشيو لاشين ديالي، ياك مشيو لاشين ديالي زكريا بويشا، ادخلوا تنزلوا لي كور ديال لي سيونس فيزيك، لي سيونس فيزيك او اس بي تي، غتلقاو الدرس متتالي. ها هو لما بان لكمش ديروا هكا غيبان لكم، لما كانش باين. دونك فهاد السيكسيون غادي تلقاو، اختاروا العربيه ولا الفرنسي، هو بالعربيه ولا الفرنسي، اختاروا اللي بغيتو، راهم بحال بحال، غير هنا كنهضر بالعربيه وهنا بالفرنسي صافي. دونك انا نمشي مثلا ندير الفرنسي حيت اغلبيه تيقراو دابا فرنسي، ياك غادي نمشيو للفيديو. انت بغيتو تشوفو من الاول، شوفو من الاول، راه قلت لكم من الاول شنو فيه. الثاني فيه سويت سويت اريتميتيك و سويت جيومتريك وواحد واحد التمرين خفيف. ابتداء من الفيديو الثالث حتى الاخر هو هادشي اللي بقى على الفيديو اللي انا كنسجل فيه دابا، كنبان فيه انا. دونك من كريتير دو كونفيرجونس، هما مصادر التقارب غتلقاوهم مكتوبه في بالعربيه. فوالا جوج فيديوهات على الكريتير دو كونفيرجونس، وكاين دي زيكزامبل دي زيكزارسيس. فيديو على لي ليميت ديال لي سويت كيتكتبوا على شكل ا اوس ان، وفيديو على ليميت ديال على لا سويت ريكيرونت ديفيني باغ اون فونكسيون، داله الترجعيه او المتتاليه الترجعيه المعرفه بداله، وكيفاش درسوها وشنو هما لي تيوغيم برينسيبو ديالها. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وفهمتوا لو كور ديال لي ديفينيسيون ديال الكونتينيتي ديال فونكسيون اون امبو ضغط. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وفهمتوا لي ديفينيسيون ديال ليميت دون سويت فيني، ليميت فيني ولا ليميت انفيني، وكيفاش تمونطريوها، وكذلك تشوفوا ان شاء الله هادو وغتفهموا مزيان لان الشرح مزيان. اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.